اولاد النهارده مع بعض هنتعلم ثلاث كلمات، ثلاث كلمات باسلوب سهل وبسيط وتعلمناه كذا مره في الحصه بتاعتنا. عندنا ايه الكلمه دي؟ اسمها ايه؟ نخله. اسمها ايه؟ نخله. زي ما احنا اتعلمنا ان احنا مش بنحب نعرف اسم الحرف، لكن بنحب نعرف ايه؟ صوت الحرف. فبنقول ن ن خ خ ل ل ت ت نخلة، نخلته او نخلة. طيب لو احنا حبينا نكتب كلمة نحلة، حاجة بسيطة خالص، هنعمل ايه؟ هنشيل النقطة اللي على الخ، هتبقى نحلة، هتبقى نحلة. يبقى نخلة بالخاء هنشيل النقطة هتبقى نحلة. آخر حاجة وآخر كلمة، كلمة نملة، هنشيل بقى الحاء خالص وهنحط مكانها الميم اللي بتتنطق ازاي؟ م م نملة، نملة. تعالوا نراجع مع بعض. أنا عندي أول حاجة كلمة نخلة، آدي حرف الخاء، لو شلت النقطة من عليه اتحولت الكلمة لإيه؟ لنحلة. اتحولت الكلمة لإيه؟ لنحلة. طب نحلة لما نشيل الحاء خالص ونحط مكانها الميم هتبقى نملة. طيب احنا كده اخدنا ثلاث كلمات بطريقة بسيطة خالص، تعالوا نحول الكلمات دي، هنحط معاها كلمة تاني ونحولهم لايه؟ لجملة. تعالوا نشوف مع بعض هنكتب ايه. هنقول انا أرى، ها أنا أرى إيه؟ نخلة. أنا أرى نخلة. تعالوا نقول نفس الكلام تاني ونعمل جملة مع النحلة. أنا أرى، أنا أرى إيه؟ هنشيل النقطة اللي على الخاء، نحلة. أنا أرى نحلة. آخر حاجة أنا أرى، أنا أرى إيه؟ هنشيل الحاء ونحط مكانها الميم هتبقى نملة. أنا أرى نخلة، أنا أرى نحلة، أنا أرى نملة. اتفقنا؟ هنقول آخر حاجة مع بعض، الخاء هنشيل النقطة بتاعتها هتبقى ح، هتبقى نحلة، النخلة تتحول لإيه؟ لنحلة. هنشيل الح نحولها لميم بقيت نملة. خلاص؟ تعالوا نعمل تمرين صغير. يعني إيه الأول أنا أرى؟ يعني أنا بشوف، بشوف بعيني. أنا أرى نخلة، أنا أرى نحلة، أنا أرى نملة، يعني أنا بشوف. هنشوف مع بعض التمرين ده. ها هنا هنحط حرف إيه؟ مين عارف؟ أنا أرى نخلة.
ل، يبقى حرف ايه؟ حرف الخ. نحلة. انا ارى صورة ايه دي؟ نحلة، يبقى هنحط حرف ايه؟ الحاء. نحلة. اخر صورة عندي بايه؟ النملة. انا ارى نم، حرف الميم. نملة. شاطرين؟ هنعمل الشغل ده في البيت وهشوفه كمان في كراستكم. يلا باي باي.